السلام عليكم ورحمة الله تعالى، مرحبا بجميع الإخوة والأخوات المتابعين على القناة. اليوم إن شاء الله سنتكلم على واحد الربعة المواضيع، بالضبط على الثروة ديال الملك التي لم تتأثر بالوباء ولم تتأثر بالجائحة وتحقق يعني نموا صاعدا رغم كل ما يحدث. وغنهضروا على الشيخ الفيزازي الذي دخل على خط القنصل المغربي في الجزائر، الذي وصف الجزائر بالبلد العدو من قلب الجزائر. وغادي نهضروا على وئام المحرشي اصغر برلمانيه، لان بزاف ديال الاخوان كان ما بغيتش نهضر عليها، حاولت ان اتجاهل الامر. الاخوان كيطلعيني كيحكوا على الطبره، يعني يطالبون بالحديث عنها، وكاين واحد التوتر داخل السجون المغربيه، بحيث ان واحد الموظف ديال مندوبيه السجون عام سيدي شرمل راسو بالزيزوار احتجاجا على الاوضاع، يعني كما تدين وتدان. داكشي كاع اللي كيدوزوه على عباد الله، يعني عينا من نصحو في دوك صحابات الكرادات الصغار في البوليس في الدراك في المخزن، يعني برمته، انه يعني نهار غادي تختنق الاوضاع وغادي تزير، هما غيكونوا من بين الضحايا. ولكن هم يعتقدون ان داك العظم اللي عطاهم المخزن يجددوا فيه ولا النظام يجددوا فيه سيدوم لهم ما دام ولاؤهم مستمرا. نبداو اسيدي باش ما ننساهاش، حيت ما كاين عليها حتى شي ارتيكل. وئام المحرشي اصغر برلمانيه في المغرب، التي يعني الكل يعرف ان باها برلماني ومها برلمانيه وتهي برلمانيه. يعني هذا الموضوع لماذا اثير في هذه الاثناء التي يجب على المغاربه ان يركزوا في اشياء اخرى؟ واش داك الشيء اللي واقع في البرلمان، ولا ان برلمانيه هي اصغر برلمانيه في المغرب ستحصل قريبا يعني على تقاعد يعني مدى الحياه ديال 4 مليون من بعد سنه، لانها من 2016 ل 2017 وهي هي 16 هي برلمانيه، مع العلم انها ما كدير حتى شي دور ولا تحضر. والكلام الذي يروج عنها انها يعني تتابع دراستها بامريكا، ومن نهار ما تنصبات ولا من مور الخطبه ديال الملك ما عاود شافت شي حد وجهها داخل المغرب. فهذا الامر علاش ما بغيتش نهضر عليه؟ لان انا اؤمن ان البرلمان، يعني المغرب بوزرائه ببرلمانيه باعضائه بمجلس نوابه بمستشاريه، الحل للمغاربه ما غاديش يجي في وسط البرلمان، لانهم جزء من العصابه، يعني وهذه اللي هي برلمانيه فهي جزء من العصابه، سواء كانت هي وباها، سواء كانت بوحدها، سواء البرلمانيين الاخرين الذين ينهبون من ثروات هذا الشعب المغلوبي على امره، هم كلهم يشكلون عصابه واحده. يعني كي كنقولوا شتي هذه البرلمانيه هذه، حتى كون ما كانتش داخل البرلمان، فهاد البرلمانيين كيديروا واحد الوسيله، يعني خصوصا ملي كيكونوا في مواقع المسؤوليه، وزراء، رؤساء مجلس، رؤساء اقاليم ولا شي حاجه بحال هكا، يعني كتكون هناك واحد الصفقات عموميه. فهاد الناس شنو كيديروا؟ ديك الصفقات العموميه كتلقاه هو داير شركه، مرتو دايره شركه، ولادو دايرين شركه، ودوك الصفقات العموميه كيسنيو كونترات عموميه من فلوس الدوله وكيدوزوها للشركات الخاصه ديالهم، سواء كان داخل البرلمان او خارج البرلمان. فصدقوني هاد الناس الاموال التي كي كنقولوا يربحونها من خزائن الدولة، يعني خارج إطار الأجور ديال التي يتحصلون عليها من البرلمان، فهي تفوق بكثير ما تتصورونه، وما تفوق بكثير الأجور التي يتحصلون عليها. يعني فهذه الزوبعة ولا هذه الموجة يعني أثيرت فقط من باب الإلهاء، خصوصا وأن كاين الوضع يعني متوتر جدا داخل المغرب في الآونة الأخيرة. نخليونا من هذه السيدة، لأنها لن تغير في الوضع شيئا، يعني إذا أحببنا أن نغير فيجب على التغيير أن يأتي من خارج الأحزاب ومن خارج البرلمان ومن خارج النظام. الحل في يد الشعب، فما دمنا يعني نؤمن أن الحل في يد الملك، أو الحل الإصلاح سيأتي عن طريق الوزراء أو عن طريق البرلمانيين، راه ما بقينا، راه هادي سنين وكي كنقولوا والمغاربه يحاولون الاصلاح من الداخل، والاصلاح لا يتم، يعني في كل مره يسقطهم النظام في احدى حياله ويجرهم كي كنقولوا الى الترويض، فيتروضون ويصبحون
طائعين. نمشي للثروات ديال محمد السادس التي لم تتأثر، بالرغم أنك تشوف المغرب غارق في المديونية والأزمات المالية التي يتحدث عنها. الهولدينج الملكي، مجموعة مناجم، هذه هي اللي المسائل اللي كنهضروا معها كنهضروا عليها ديما مع العياش، هما ما كيبغيوش يفهموها. مجموعة مناجم هي ديال الملك، تابعة للهولدينج الملكي. فاش كنقولوا الملك سيسرق الذهب فنحن لا نبالغ، كنقولوا الملك سيسرق الفضة فنحن لا نبالغ. نحاس الزنق، يعني أي معدن طاح لك في بالك كاين في المغرب فالملك تيسرقه كي كنقولوا عن طريق هذه المجموعة ديال مجموعة مناجم تابعة للهولدينج الملكي، اللي فيها شركات أخرى ومجموعات ديال شركات اللي هي كبيرة ما تحلكش على البال ديالك. فبالرغم من توقف جميع الأنشطة الاقتصادية، فباش نعرفوا أن التوقف ما كيتأدى منه غير المواطن المغربي البسيط المغلوبي على امره، وهذاك اللي كيقول عاش الملك وما عارفش ان الملك مطلعها على ظهرك. علاش كنقولوا ان الملك تيسرق الذهب؟ لان الذهب يعني انها ثروة، يعني خصها تكون في الملكية ديال الدولة، اي في الملكية ديال الشعب. فمنين انت كتجي كدير شركة وتستحوذ على واحد الخيرات ولا واحد الثروة ربي عطاها لديك الارض، هي لديك الاهل ديك الارض، فانت ملي كديرها شركه خاصه بسميتك وكتخرج الذهب والفلوس ديالها كيمشيو للحساب البنكي ديالك، فهذه تعتبر سرقه في الوجه. الا ما بغيتيش انت تفهم كعياشي هذا المنطق وهذا المفهوم، بانه انت كي كنقولوا هذه من هذه الثروه ديال الشعب وديال ولاد الشعب وديال مشاريع ممكن انها كي كنقولوا تبنى بها مستشفيات ومدارس، وحنا كنهضروا على مشاريع يستفد منها الجميع، ولا بقى شي فلوس يساعد بها الفقراء. فملي كتبقى تهضر مع العياشي على هادشي، يقول واش بغيتي يعطيها لك بارده ويجيبك يحط لك نونو تخدم على كتافك. يعني هاد الناس هادو واحد التفكير، اعتذر عن المصطلح، لم اجد وصفا من غير تفكير خرائي حاشاكم، كيفكروا بهاد الناس هادو. يعني ما حاولت نشد فمي ونشد لساني وما نقولش شي كلام اللي هو، ولكن انا اتفهم جميع الاخوان الذين يخرجون عن حدود الادب مع العياشة، لان هاد الناس هادو ما كيفهموش ولا كيفهموا ويتعمدون الاستفزاز. يعني كيقول لك يدير فينا هاد الملك اللي بغى، ما تدويش لينا سيدي ماشي شغلك. يعني حققت هذه المجموعة بفضل تعيشت ديالكم وفضل في ظل هذه الأزمة هذه رقم معاملات بلغ مليار ومئة ألف درهم، يعني 100 مليار 101 مليار ديال السنتيم اللي حققتها فقط في الربع الأول من هذا العام، يعني غير في 3 شهور هذه، مع العلم أن هذه المجموعة ديال مناجم، هذا الشيء اللي أعلنت عليه فقط اللي كيتاجروا به في النور واللي هو معلن، مع العلم أن هذه السيدة هذه الشركة هذه ديال الملك المعاملات ديالها 90% منها في النوار. يعني ما كيديكلاريوش، ما كيعلنوش، ما كنعرفوش شنو خرج ولا كذبتيني، خير دليل على ذلك يعني رفتهم حصلوا جوج ديال الحصلات ديال الفار ملي كيكل ليه القط، جوج حصلات، وحده في السودان فاش حصلات يعني الطياره ده محمد السادس تحت اسم شركه مناجم طائره في ملكيه شركه مناجم مهربه الذهب في واحد الاتجاه الذي لا نعلمه، ووقفوه العسكر ونزلوه ووراو الذهب صندوق ديال الذهب خرجوهم، يعني مشفورين ما مديكلاريين ما تا شي حاجه، بالرغم من انه داز 48 ساعه وحاولوا انهم يصلحوا الامور وخرجوا واحد الخبر كيحاولوا يكذبوا فيه. كاينه واحد الحصله واحده اخرى عاوتاني اللي في الامارات انهم كانوا كيشدوا الذهب وكيغلفوه، هذا الشيء هضرنا عليه تعطبنا وعيينا بالهضره عليه ومازال كنعاودوه لعل وعسى يفهموا اصحاب العقول الحجريه. الذهب تيشدوه وتيغلفوه بالفضه وتيهربوه للامارات على اساس انها الفضه اللي خارجه، ولكن في وسط منها راه ذهب. هذه الشركه ديال محمد السادس التي يعني معاملاتها 90% لا نعلم كي كنقولوا شنو هو الكميه ديال الذهب وديال المعادن التي تخرج، وغير ديك الشويه اللي كيديكلاريوها هو يحقق
ارقام معاملات، بالرغم من ان صناديق الدولة تنهار وان عندنا ازمة في الليكيد وازمة في العملة الصعبة وازمة فاش ما بغيتي، جميع صناديق الدولة فارغة الا صناديق محمد السادس وشركات محمد السادس ما كتأثرش فيها الازمة وتحقق دائما الارباح على ظهر العياش اللي خارج على راسه وخارج علينا حنايا. ومن بين الأخبار التي تؤكد كما يعني سبق وأعلنا عنه في العديد من المرات أن هذه الدولة بجميع مؤسساتها من القصر للجيش للأمن للدراك للمندوبية ديال السجون تعيش في تخبط وفي توتر، والضغط كله كيضغطوه فقط على الموظفين البسطاء. فهناك خبر يتحدث عن أحد الموظفين داخل السجون اللي شرمل راسه بالزيزوار احتجاجا على الأوضاع. علمت مراكش اليوم أن موظفا بالمركب السجني لودايا عامدة إلى هذا ماشي سجين، هذا موظف خدام معاهم، إلى إحداث جروح بجسده مما استدعى نقله إلى مصحة المؤسسة السجنية لتلقي العلاجات الضرورية ورتق الجروح. ضربوا له الغرزات لحقاش الجروح كي كنقولوا غائره. وافاد مصدر مطلع ان الموظف المذكور دخل في خلاف مع مدير المؤسسه. علاش هاد الخلافات؟ لانهم دابا ما لقاو كي كنقولوا كيفاش يسيطروا على هذه الجائحه والانتشار ديالها داخل السجون، ما لقاو حتى شي حل انهم شدوا دوك الموظفين البسطاء ودخلوهم الحبس وطرقوا عليهم مع المحابسيه وقالوا لهم غتبقاو تما لمده شهرين او شهرين، وها هما كي كنقولوا غير راضيين، يعني حبسوهم وصافي، غيدوزوا واحد المده سجنيه بعيدا عن ابنائهم عن زوجاتهم. وكاين منهم بزاف اللي هما كي كنقولوا كتلقى الراجل والمراه موظف وموظفه بجوج بهم خدامين داخل مندوبيه السجون، يعني بجوج بهم الراجل والمراه تحبسوا داخل السجن مع السجناء والسجينات، والولاد بقاو على برا يعني. ف يعني وهذا الشيء بالغصب ماشي بالاختيار، فهذا ما سبب واحد الحالة ديال التوتر تحاول تستر عليها مندوبية السجون وتحاول أن تصور لك أن الأمور بخير وعلى خير، لكن الأمور ليست على ما يرام. هناك اضطرابات داخل الجيش، هناك اضطرابات داخل القصر، هناك اضطرابات في صفوف الأمن، هناك اضطرابات داخل مندوبية السجون. يعني هما كيحاولوا فقط يسكتوا اي صوت كيتكلم عن طريق محاولة اعتقال اي ناشط كيصور شي فيديو، اي ناشط كيحاول ينشر شي منشور، اي ناشط كيدافع، اي مواطن كيدافع على الحق ديالو كيبغيو يصوروا للعالم ان كل شيء بخير وعلى خير، لكن المغرب على صفيح من نار، على صفيح من نار اقولها واكررها. وان الناس اللي كانوا صابرين هاد الشهر وشهرين وكيقضيو باش ما الله وكيسلفهم مول الحانوت، داك مول الحانوت اللي كيسلفهم حتى هو راه غايدير فايت وخصهم يديروا شي حل لراسهم، وراه بدأ الخروج الى الشوارع. المشكل ان هادوك اللي كيخرجوا كيقول لك عطينا غاما ناكلوا، يعني غيلوح لهم واحد القفه ولا طرف الخبز وغيدخلوا وغيسكتوا في حالاتهم فقط، يعني يدافعون عن بطونهم لا يدافعون عن كرامتهم. راه هذا هو المشكل الذي نعاني منه مع هؤلاء. والخبر الاخر ديال الفيزازي، يعني لعلكم جميعكم يعني شاهدتم الفيديو ديال القنصل المغربي وهو يصف الجزائر بالبلد العدو من فوق التراب الجزائري ومن فوق الارض ديال الجزائر، وهذا ما اعتبره تعدي على الجزائر وعلى يعني وتطاول وحقارة من طرف واحد ممثل ديال محمد السادس القنصل السفاري. يعني هادشي علاش قلته؟ لان القنصلية بمن فيها من موظفين السفير والقنصل يعني يتم توظيفهم من طرف محمد السادس، وديك السياسة ولا النقاشات التي تدور في الكواليس فهذيك وجهة النظر ديال الدولة، وجهة النظر ديال النظام، هكذا يفكرون. يعني هذيك الهضرة خرجت في لحظة في غفلة من هذاك القنصل وتم توثيقها بالفيديو، لكن الدولة يعني حتى هذيك المسألة ديال أن اللي فيها تعدي وحقارة وتطاول على الجزائر سيتم استغلالها لإلهاء الناس ويدخلكم في حرب إلكترونية مع بعض الجزائريين. الجزائريين غادي يردوا عليكم نتوما تقعدوا العيا، ماشي كلشي كيرد على الجزائريين، العياشة كانوا دوك كيردوا عليهم. حنا عندنا كي كنقولوا البطيخ والتلاح وعندنا جوج بحور، هذه هي الهضرة ديالهم في وجهتي نظري أنا.
يعني أن الجزائر فيها عصابة فاسدة، يعني بغى يسبني جزائري يسبني، يعني الحكام في الجزائر فاسدون وفي المغرب نظام فاسد، إلا أنني أرى أن فساد النظام المغربي أشد فتكا من فساد النظام في الجزائر، لأنه لا يرحم. يعني كتشوفوا مازال في الجزائر بالرغم من الإجرام ديال العصابة العسكرية كتلقى عندهم واحد الهامش الحريه، كيقدروا يخرجوا يتظاهروا، كيقدروا يخرجوا على حقكم. حنا ما كاينش، تنشر غير منشور ديال على الفيسبوك، تبارطاجي غير اغنيه 5 سنين د الحبس 4 سنين د الحبس بكل بساطه توزع. ما كاينش اللي بغيت نقول لكم ان هذه اللعبه، ما اكد لي انها لعبه يعني من طرف النظام، يعني باش لاشعال الفتيل ما بين المغاربه والجزائريين، عندما نطق هذا السفيه الفيزازي وقال ان الجزائر عدو بمعنى الكلمة، وكأنه يصب الزيت على النار بغى يزيد يحميها. هذا البوق ديال المخزن، يعني أنا قلت ربما أنه غلط أنه تسرب هذاك الفيديو ولا داك الشيء، ولكن القضية هي مقصودة. ففي خضم الجدل الدائري إثر تصريح منسوب للقنصل المغربي أحرضان بوطاهر في وهران بالجزائر، وصف فيه الجزائر بالبلد العدو، قال الشيخ محمد الفيزازي أن الجارة الشرقية عدو بمعنى الكلمة. وكتب الفيزازي على الفيسبوك يقول: عداوتها للمملكة يسير بها الركبان. يعني كان بإمكانه يعني كشيخ ولا ك يعني كمسيلمة أنه يلتزم الصمت على ذاك الغلط، وخا يكون عندك واحد وجهة النظر ضد النظام في الجزائر ولا هذا، فهو لا بدا كيطبل وأزبد وأرغد بمناسبات وبغير مناسبة. الجزائر الرسمية تعادي بلادنا بالمال والدبلوماسية وحماية البوليزاريو وتسليحه. فأي واحد جزائري غادي يشوف بحال هاد الهضرة هادي فسيستشيط غضبا، وتا هو غيبغي يدافع على البلاد ديالو، وراك عاوتاني جزائري يجاوب، وينوض واحد العياشي يعاود يجاوب عليه، وينوض الاخر يجاوب عليه، وتبدا حرب ضاروس وخلق عداوات كي كنقولوا ما عندها حتى شي معنى. المشاكل الموجوده بين المغرب والجزائر هي بين النظامين الفاسدين الذين يروجون الصراع للشعبين ويتمتعون بخيرات البلدين في تحت الطاولة. يعني من بعد ما سب وتشبع وعاير تشبع، وجا في الاخر كتب جوج سطور، يعني كتب مقال على قدو كله إهانة في حق الجزائر، وجات لهنا: هذا ويجدر التنبيه والتذكير إلى أن الشعب الجزائري شعب شقيق وحبيب، وسيبقى كذلك إلى يوم الدين، ولو كره الجنرالات ورئيسهم الذي انتخب غصبا عن الشعب. وما حاولش يذكر أن الجزائر والمغرب شعبين شقيقين، رغما عن أنف محمد الدسائس الذي لم ينتخب وما كان عرفوهش ولم يبايع ولا حتى شي حاجة، جاء ونصب وورث الحكم كي كنقولوا غصبا عن المغاربة، لم نبايعه ولم ننتخبه، وما عرفناش منين تسلطوا علينا هذه العائلة العلوية التي لديها مشاكل مع الجزائر، ولا يتصارعون على ثروات فيما بينهم مع الجنرالات، ويقحموننا في صراعات لا قبل لنا بها، وما غادي تفيدنا حتى شي حاجة، لن تفيد الشعبين في أي شيء. صراعنا هو كرامتنا، هو حقوقنا. يعني لو كانت الكلمة للشعب الجزائري والشعب المغربي لما شهدنا هذا الصراعات وهذا الفتيل الذي يحاول إشعاله في كل مرة هذا النظام البائس، سواء من هذا الجانب أو لا من ذاك الجانب. وأنا أؤكد أن النظام ديالنا أكثر شرا وأكثر خطورة من النظام في الجزائر. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء في فيديو قادم. السلام عليكم.